الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة الإخبارية، أهلا بكم. الرئيس الأوكراني يعرب عن أمله في أن تكون قرارات قمة الناتو القادمة في ليتوانيا تعهدات حقيقية وليست مجرد كلمات. وزير خارجية السويد يأمل اتخاذ قرار سريع بانضمام بلاده إلى الناتو في قمة ليتوانيا الأسبوع المقبل. المستوطنون الإسرائيليون يهاجمون مركبات الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال بالضفة الغربية. بداية النشرة من تطورات الأزمة الأوكرانية. أهلا بكم. أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا اليوم الجمعة، وذكر المسؤولين أن حزمة المساعدات الجديدة تشمل ذخائر عنقودية. يأتي هذا بعد إعلان البيت الأبيض أن إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا لا يزال قيد الدراسة. من جانبها حذرت روسيا الولايات المتحدة من إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، واعتبرت أن هذه الخطوة بمثابة تصعيد جديد. قال فاسيلي نيبينيزيا الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، قال إن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بهذه الذخائر خطوة أخرى باتجاه تصعيد الصراع. قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن التهديد بشأن هجوم روسي على محطة زابوريجيا النووية أخذ في الانحسار، وأضاف بودانوف أن تلك التهديدات ما زالت قائمة طالما ظلت المحطة تحت سيطرة القوات الروسية. لن أقوم بالإفصاح عما حدث مؤخرا، ولكن الحقيقة أن التهديد بشن هجوم روسي على محطة زابوريجيا النووية آخذ في الانحسار، ومن الممكن أن تعود تلك التهديدات بسهولة مرة أخرى ما دامت المنشآت تحت سيطرة القوات الروسية. الهجوم المضاد مستمر وفعال، وسيكون هناك نجاح ولكن في وقت لاحق.
أكد مجلس الأمن الروسي أن حلف الناتو هو المنسق للعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الأوكراني ضد الجيش الروسي. وأشار مجلس الأمن الروسي خلال اجتماعه برئاسة ديمتري ميدفيديف إلى أن أوكرانيا هاجمت شبه جزيرة القرم بطائرات مسيرة أكثر من 70 مرة منذ بداية العام الجاري. أوضح مجلس الأمن الروسي أن الدعم الغربي لكييف لن ينجح في استعادة النظام العالمي أحادي القطب الذي كانت تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية سابقا، وأن محاولات الغرب لهزيمة الشعب الروسي باءت بالفشل. قال الرئيس التشيكي بيتر بافل إن قمة حلف الناتو القادمة في ليتوانيا ستناقش خطة متوسطة الأجل للتعاون مع أوكرانيا. وأضاف بافل في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة التشيكية براغ، أضاف أن المحادثات بشأن انضمام أوكرانيا للناتو ستبدأ فور انتهاء الحرب. وأشار الرئيس التشيكي إلى أن بلاده ستدعم أوكرانيا بمزيد من المساعدات، مؤكدا أنه ليس هناك أي حل آخر غير نجاح أوكرانيا في مواجهة روسيا. من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تكون قرارات قمة الناتو القادمة في ليتوانيا تعهدات حقيقية وليست مجرد كلمات. كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن بلاده اتفقت مع بلغاريا على مزيد من التعاون في قطاع الدفاع. أكد زيلينسكي خلال زيارته للعاصمة البلغارية صوفيا أن كييف تنتظر المزيد من الدعم العسكري وترغب في مشاركة بلغاريا بإعادة إعمار أوكرانيا. ناقشنا المساعدة العسكرية التي تقدمها بلغاريا لبلادنا وتفاصيل أحدث حزمة دفاعية. نحن نعتمد على استمرار التعاون الذي أنقذ أرواح العديد بالفعل. نحن ممتنون للغاية ونتطلع لمنح بلدينا ضمانات أكبر في استقرار الطاقة. لقد دعوت الشركات البلغارية أيضا للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا. هناك أفق عديدة لتوطيد التعاون بين كييف وصوفيا. يبحث اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اسطنبول العلاقات بين البلدين فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية. وأعلنت وسائل إعلام تركية أن المناقشات ستتطرق إلى التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية واتفاقية حبوب البحر الأسود التي من المقرر أن تنتهي في 17 من يوليو. أعلنت أوكرانيا عن عودة 45 جنديا في عملية لتبادل الأسرى مع روسيا. وأكد أندريا يرمك رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أن 45 جنديا أوكرانيا بينهم ضابطان أعيدوا إلى أوكرانيا. هذا وأظهر مقطع فيديو بثته الرئاسة الأوكرانية الجنود العائدين. قالت السلطات الأوكرانية إن قصفا صاروخيا روسيا أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في مدينة لافيف غرب البلاد. وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن 9 أصيبوا وأن عمال الإنقاذ يواصلون العمل في الموقع. وأضافت أن رجال الإنقاذ يبحثون بين أنقاض مبنى سكني عن ناجين أو ضحايا، مشيرة إلى أن القصف الصاروخي دمر الطابقين العلويين في المبنى. قتلى وجرحى وبنى تحتية مدمرة هي نتيجة مباشرة لأحدث قصف صاروخي روسي استهدف مدينة لفيف الأوكرانية. وبرغم بعد المدينة الواقعة غربي البلاد بمئات الكيلومترات عن خطوط المواجهة الأمامية، إلا أنها لم تنجو من زخات الصواريخ وهجمات المسيرات الروسية. فالمدينة التي كانت تنعم بهدوء نسبي مقارنة بمدن أوكرانية أخرى تعرضت لقصف صاروخي استهدف مبنى سكنيا ومنشآت رئيسية تخدم البنى التحتية بالمدينة. نحن في موقع الكارثة وراء نتائج العملية الروسية، ضربة مباشرة لمبنى سكني. نحن الآن نحفر بين الأنقاض وهناك العديد من الجرحى والقتلى. سنواصل العمل والحفر لإنقاذ الناس من تحت الأنقاض. كما ترون هذه نتيجة الأفعال الروسية، فهدفهم الأساسي هو تدمير الأمة الأوكرانية. هذه الحرب ستستمر، لكننا سننتصر على روسيا في النهاية.
القصف الليلي خلف عددا من القتلى والمصابين بحسب مسؤولي المدينة، إضافة إلى تدمير عدد من الشقق السكنية وعشرات السيارات، فضلا عن تضرر بنى تحتية حيوية في ليفيف. حتى الآن هناك 8 جرحى والعديد من الشقق تضررت، كما تحطمت النوافذ في العديد من المنازل، وأكثر من 50 سيارة قد دمرت. خدمات الطوارئ والخدمات البلدية وعمال الإنقاذ يعملون في المكان بحثا عن ناجين، وقد تم إخراج بعض الأشخاص من تحت الأنقاض. وكما ترون فإن الوضع معقد للغاية. لم تكن الأيام الماضية أفضل حالا بالنسبة لليفيف، حيث تعرضت مع مدن أوكرانية أخرى لقصف متواصل من مسيرات روسية على مدار الشهر الماضي، في تطور فسره البعض على أنه مؤشر على أن الضربات الروسية ستستهدف كل المدن الأوكرانية حتى لو كانت بعيدة عن خطوط المواجهة، ما رآه المراقبون محاولة لتفتيت جهود كييف العسكرية وإثارة الذعر بين الشعب الأوكراني. أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا تشمل الأسلحة والذخائر ومعدات دفاع جوي، وأفادت بأن تكلفة حزمة المساعدات الجديدة بلغت 105 ملايين يورو. وأشار وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونين أن حزمة المساعدات الجديدة هي 17 التي تقدمها فنلندا لأوكرانيا، وبلغت قيمتهم الإجمالية 1.2 مليار يورو، مؤكدا استمرار دعم بلاده لكييف باعتبار أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن فنلندا وأوروبا. قالت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد يلتقيان خلال قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر نقلا عن مسؤول أمريكي أن من المحتمل عقد اجتماع جانبي بين الرئيسين، لكن لم يجري الترتيب له بعد. قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إن السويد اتخذت خطوات جادة في سبيل الانضمام للحلف. وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل أن السويد عدلت من دستورها بما يتوافق مع انضمامها للناتو، مشيرا إلى أن تركيا أبدت استعدادا للمصادقة على انضمام السويد. والآن حان الوقت للسويد أن تنضم إلى التحالف، وأنا كنت واضحا، السويد قامت بتنفيذ التزاماتها في ظل مذكرة التفاهم الثلاثية. السويد عدلت دستورها وحسنت القيود على تصدير السلاح وصعدت التعاون في مكافحة الإرهاب بما في ذلك ضد حزب العمال الكردستاني، وفي الاجتماع اتفقنا على أننا أحرزنا تقدما جيدا، وأن العضوية الكاملة للسويد هي من المصلحة الأمنية لكل الحلفاء. نريد إنهاء هذه العملية بأسرع وقت ممكن. وفي الوقت نفسه أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن عضوية السويد ستحقق فوائد عسكرية أساسية للتحالف وستجعل الناتو أكثر قوة وأمانا. أعلن ستولتنبرغ عن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي عشية قمة الأسبوع المقبل للدفع بملف عضوية ستوكهولم في الحلف. عضوية السويد ستجلب فوائد عسكرية أساسية للتحالف. إضافة السويد سيسمح لنا بالتخطيط للدفاع عن منطقة البلطيق بكاملها، وهذا سيوفر درعا لا ينقطع لمنطقة البحر الأسود، وعضوية السويد ستجعل الناتو أكثر قوة وأمانا. اليوم نحن نؤكد من جديد على أن عضوية السويد قابلة للتحقيق، وأن هذه العضوية لا تعني نهاية التعاون مع تركيا. ومع استمرار فنلندا في هذا الانخراط أو كما يظهر هذا الانخراط، وأنا سأعقد اجتماعا مع الرئيس أردوغان ومع رئيس الوزراء السويدي كخطوة تالية في هذه العملية. أكد وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم أنه عقد اجتماعا مهما في بروكسل مع قادة الناتو ومسؤولي فنلندا وتركيا.
وأعرب عن تطلع بلاده إلى اتخاذ الناتو لقرار سريع بشأن الانضمام إلى الناتو خلال قمته المقررة الأسبوع المقبل. لقد عقدنا اليوم اجتماعا مثمرا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وفنلندا وتركيا، وأحرزنا تقدما. سيلتقي الرئيس التركي ورئيس الوزراء السويدي في فيلنيوس خلال قمة الناتو، وسيكون هذا الاجتماع مهما للغاية. المباحثات مستمرة، وسنعمل بشكل مكثف للغاية في الأيام القادمة لكي نصبح أعضاء في الناتو. قال المتحدث باسم البحرية الأمريكية تيم هاوكينز إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في الميناء أو في المياه الدولية بالخليج العربي، مشيرا إلى احتمال تورط السفينة المحتجزة في أنشطة تهريب. شدد المتحدث على أن القوات الأمريكية مستعدة لحماية حقوق الملاحة المشروعة في الممرات المائية الهامة بالشرق الأوسط. كانت البحرية الأمريكية قد أعلنت بالأمس أنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين في خليج عمان في أحدث سلسلة من الهجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019. أعلنت بريطانيا أنها ستنشئ نظام جديد للعقوبات على إيران يمنح لندن صلاحيات أكبر لاستهداف صناع القرار بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين. قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كيرلفري إن النظام الإيراني يضطهد شعبة ويتسبب في إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط، ويركز نظام العقوبات البريطانية الحالي المتعلق بإيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الاستناد إليها لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين المكتظ باللاجئين يعد أسوأ عنف شهدته الضفة الغربية منذ سنوات. وأوضح غوتيريش أن عودة الأمل للشعب الفلسطيني سيأتي فقط من خلال عملية سياسية تؤدي لحل الدولتين. شدد غوتيريش على أن إسرائيل بصفتها قوة محتلة عليها مسؤولية ضمان حماية السكان المدنيين من أعمال العنف. يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة مغلقة لمناقشة تطور الأحداث في فلسطين، وذلك في أعقاب تنفيذ إسرائيل لأكبر عملية عسكرية داخل الضفة الغربية منذ سنوات. يعقد مجلس الأمن جلسته بناء على طلب إماراتي شددت خلاله على ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وبخاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جنين ومخيمها، والتي أسفرت عن سقوط شهداء ومصابين وتدمير البنية التحتية. ترأس محمد شتية رئيس الحكومة الفلسطينية اجتماعا للجنة الوزارية بشأن إعادة إعمار مخيم ومدينة جنين وبحث أوجه الدعم المالي والإغاثي للمتضررين. قال إشتية إن الحكومة الفلسطينية تسخر إمكاناتها بالتعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لتقديم الاحتياجات العاجلة ورفع الضرر عن أهالي مخيم ومدينة جنين وتعزيز صمودهم عقب الاجتياح الإسرائيلي. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية. تزامن هذا الإغلاق مع قيام مستوطنين تحميهم قوات الاحتلال بمهاجمة مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب بلدة دير شرف شمال غرب نابلس. أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة آخر في عملية إطلاق نار بمحيط مستوطنة كودوميم قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. كانت صافرات الإنذار دوت عقب إطلاق النار، كما أعلن الجيش الإسرائيلي قيامه بعمليات تمشيط في المكان للاشتباه بوجود مرافقين للمنفذ، هذا وقد تم استشهاد منفذ العملية.
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الأمم المتحدة إلى العمل على وقف الخروقات الإسرائيلية والتي بلغت 18 خرقا للخط الأزرق في الفترة الأخيرة. أكد ميقاتي خلال اجتماع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا ووفد من قيادة اليونيفيل التزام لبنان بالقرار الأممي رقم 1701 لسنة 2006 الخاص بالنزاع اللبناني الإسرائيلي. أعلنت قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل أنها تقوم بجهود للوساطة بين الجانبين من أجل احتواء التوتر على الحدود من خلال التواصل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لمنع التصعيد بعد قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف مدفعية على منطقة كفر شوبة الحدودية. كان مراسل القاهرة الإخبارية قد أفاد بأن الجيش الإسرائيلي أطلق 15 قذيفة على المنطقة المفتوحة بين كفر شوبة وحلتة في جنوب لبنان. قالت الإذاعة الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية قصفت أهدافا داخل لبنان ردا على إطلاق صاروخي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان ذكرت أن صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية وتحديدا من محلة بسطرة بين كفر شوبة والماري في الجنوب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. تواصلت فعاليات المناورات الجوية المشتركة بين القوات الجوية الروسية ونظيرتها السورية والتي تستمر لمدة 6 أيام بالأراضي السورية. أوضحت الدفاع الروسي أن الهدف من المناورات هو تمكين القوات الجوية السورية من السيطرة على مجالها الجوي، إضافة إلى اختبار كفاءة الدفاعات الجوية الروسية المتمركزة في سوريا. وأوضحت الدفاع الروسي إنه تم نشر وحدات حربية إلكترونية للمناورات لممارسة عمليات مشتركة لصد الضربات الجوية في حالة هجوم عدو. بدأ انسحاب قوات حفظ السلام الإفريقية من الصومال مما ينعكس على الوضع الأمني والاستقرار بالبلاد. يأتي هذا وسط مخاوف من عدم قدرة قوات الأمن الصومالية على ضبط الأمن في البلاد خاصة مباني المؤسسات السيادية. مع بدء انسحاب القوات الأفريقية الانتقالية من جنوب الصومال تعود مخاوف تردي الوضع الأمني في مقدشو إلى الواجهة من جديد. قدرة الأمن الصومالي في حماية المقرات الهامة كالميناء والمطار والقصر الرئاسي والبرلمان تثير التساؤلات. مراقبون يرون أن الصومال لم يعد قادرا على ضبط أمن البلاد. لعبت أتميس دورا بارزا في حماية مؤسسات الدولة من المطار والقصر الرئاسي والبرلمان. الصومال لم تقم بإعداد قوة موثوقة للقيام بهذه المهمة، لكن فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب قواتنا قادرة على مقارعة التنظيمات المسلحة. آراء الشارع الصومالي متباينة، منهم من يشيد بتولي الجيش الصومالي ملف الأمن من القوات الأفريقية مرحلة عنوانها اكتفاء ذاتي أمني، فما حك جلدك مثل ظفرك، هكذا يقال هنا. خروج قوات بعثة الاتحاد الأفريقي خطوة إيجابية تخدم أمن واستقرار البلاد وتعطي دفعة معنوية لقواتنا البواسل. نحن نحتاج فقط إلى توفير الأسلحة والذخائر والتدريبات المتقدمة لقواتنا. آخرون تزداد مخاوفهم من حدوث خروقات أمنية واشتباكات في مقدشو وفي القواعد العسكرية التي أخلتها القوات الأفريقية. هناك مخاوف من أزمة أمنية في ظل شروع أتميس مغادرة البلاد. أمن مقديشيو على المحك، فالصومال تعاني من أزمات اقتصادية خانقة تهدد رواتب منسوبي الأجهزة الأمنية، لذا أتميس تترك فراغا لم يسد بعد. نحو 17 عاما تولت القوات الأفريقية خلالها مهام المقار المهمة في البلاد، فانسحابها يولد قلقا أمنيا ويعكس مخاوف من حصول خروقات أمنية في العاصمة مقدشو وضواحيها. مخاوف أمنية من حدوث فراغ أمني في الصومال بعد انسحاب القوات الأفريقية من البلاد بسبب عدم جهوزية القوات الصومالية لتولي ملف الأمن في البلاد. من مقدشو عدنان عبد علي، هنا القاهرة عاصمة الخبر. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة المصرية أن الاتصال تناول بحث ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي، فضلا عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. عقد الاجتماع الدوري لآلية المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية بالقاهرة، وتناولت الاجتماعات بالبحث والنقاش مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار حرص البلدين على تنسيق مواقفهما وتبادل الرؤى فيما بينهما باتجاه تلك القضايا بما يصب في صالح الدولتين والمنطقة. اختتم المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية باليونان. يهدف المؤتمر إلى دعم سبل التعاون وفرص العمل والاستثمار العربي في اليونان في المجالات المتعلقة بالنقل البحري والملاحة البحرية وما يتصل بها من مشاريع مختلفة. توالت المناقشات واللقاءات لليوم الثاني على التوالي ضمن فعاليات المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول في أثينا بتنظيم من الغرفة العربية اليونانية، وتناولت الجلسات علاقات مصر واليونان الاستراتيجية وما يتمتع به البلدان من موقع متميز لطرق الملاحة الدولية واستمرار مجالات التعاون والمشاركة والاستثمار في الملاحة والموانئ. الحضور في المؤتمر ده ما بين اليونان وما بين جمهورية مصر العربية، لأن الدعم للتوكيلات الملاحية وخصوصا التوكيلات الملاحية الخاصة في مجال النقل البحري ادينا فرصة كبيرة تتماشى معانا في بالنسبة للاقتصاد الحالي. إننا لسعداء في الغرفة العربية اليونانية بأن يشارك ممثلون عن 18 دولة عربية في المؤتمر، حيث تم استقبال المستثمرين في مجال الملاحة البحرية للتعاون والشراكة مع الشركات اليونانية. نوقش في المؤتمر أيضا تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية واختناقات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليفها والبدائل المتاحة جراء هذه الأزمات نحو تعزيز التجارة الإقليمية بين الجانبين. جئنا لأثينا وللغرفة العربية اليونانية نظرا لقناعتنا بأهمية العلاقات العربية اليونانية، وأيضا لتميز اليونان في برنامج النقل البحري وصناعة السفن وكل ما يخص البحار. عندما نوصل الصوت إلى الإخوة والأشقاء والأصدقاء هذا يبين الحقائق التي تجري على الأرض، وبالتالي نستطيع أن نجد أين الثغرات التي يمكن أن نتعاون لرأب الصدع وللتعاون الأكثر ولمساعدة الشعب السوري. واستحوذت قناة السويس على جزء كبير من مناقشات المشاركين، وهم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال النقل البحري والموانئ واللوجستيات والنقل متعدد الوسائط، حيث تفتح القناة أبوابها للتعاون في سبيل خدمة مجتمع الملاحة الدولي واستدامة سلاسل الامتداد العالمية. انطلاقا من أهميتها الاستراتيجية في قلب التجارة العالمية، هيمنت مشروعات التطوير بقناة السويس على أعمال المؤتمر البحري في اليونان. من أثينا، عبد الستار بركات، هنا القاهرة عاصمة الخبر. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. سائق مترو أنفاق العاصمة البريطانية لندن يعتزمون لإضراب خلال الشهر الحالي. أهلا بكم من جديد. أعلن السائقون في مترو أنفاق العاصمة البريطانية لندن عزمهم الإضراب عن العمل خلال الفترة من بين 23 و28 من يوليو الجاري، وأرجع العمال قرارهم بسبب مطالب لهم لم يتم تسويتها بشأن المعاشات وظروف العمل وعزم الشركة نقل
وعزم شركة نقل لندن تسريح بعض من العاملين. قال الأمين العام لاتحاد العاملين في لندن إن الخطط التي وضعتها هيئة النقل لخفض 600 وظيفة وعدم زيادات المعاشات هو أمر غير مقبول. قتلت طفلة وأصيب 8 آخرون على الأقل في حادث تصادم سيارة بمبنى إحدى المدارس في مدينة ويمبلدون بجنوب بريطانيا. ذكرت الشرطة البريطانية أن التحقيقات تجرى حاليا لمعرفة ملابسات الحادث، واستبعدت الشرطة وجود خلفية إرهابية وراء الحادث. مدد القضاء الفرنسي حبس الشرطي الذي يواجه تهمة القتل العمد بإطلاق الرصاص على الشاب نائل الأسبوع الماضي خلال تفتيش مروري. وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وزراءه إلى الاستمرار في بذل كل ما في وسعهم من أجل إعادة فرض النظام واستعادة الهدوء في البلاد. أعلن المدعي العام الألماني إصدار مذكرة توقيف والقبض على خلية كانت تخطط لعمليات إرهابية في ألمانيا. وأفاد بيان للمدعي العام أن المجموعة تضم أشخاصا من طاجكستان وقرغيزستان ومرتبطة بتنظيم داعش في خراسان، مشيرا إلى أنهم شكلوا تنظيما إرهابيا وكانوا يعتزمون شن عمليات داخل ألمانيا. أكد البيان أن المجموعة دخلت إلى ألمانيا في بداية الحرب بأوكرانيا كلاجئين، وكانوا قد بدأوا البحث عن أهداف فيما لم يكن هناك أي اعتداء وشيك. ضربت الأمطار الغزيرة مدينة سرقسطة الإسبانية ما أدى إلى غرق الشوارع الرئيسية بالمياه، وتسببت كثافة المياه في غرق المركبات وإيقاف حركة القطارات نتيجة غمر المياه لخطوط السكك الحديدية. وحذرت السلطات الإسبانية المواطنين من السفر حاليا عبر الطرق السريعة نتيجة لتجمع المياه بها. لقي اثنان من رجال الإطفاء في نيو جيرسي مصرعهم وأصيب 5 آخرين أثناء إخماد حريق في سفينة شحن محملة بمئات من المركبات في ميناء نيوراك. واندلع الحريق على السفينة التي كانت ترفع العلم الإيطالي وتحمل على متنها 1200 مركبة جديدة ومستعملة مساء الأربعاء. هذا ويواصل رجال الإطفاء مكافحة الحريق. نفى مساعد ترامب والت نوتا التهم الموجهة إليه في قضية الوثائق المسربة، وقال نوتا أثناء مثوله أمام المحكمة إنه غير مذنب. مثل والت نوتا مساعد دونالد ترامب أمام محكمة اتحادية في ميامي في تهم بمساعدة الرئيس الأمريكي السابق في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذها ترامب عندما غادر البيت الأبيض عام 2021. يواجه نوتا 6 تهم بالتآمر وعرقلة العدالة والبيانات الكاذبة وحجب وإخفاء الوثائق. أفادت شركة سيميلار ويب بأن روبوت شات جي بي تي تشهد تراجعا في الإقبال الشهري على الموقع الإلكتروني الخاص في يونيو الماضي، ذلك لأول مرة منذ إطلاقه. وأظهرت البيانات تراجع عدد الزيارات للموقع بنحو 9.7% بوتيرة شهرية، كما رصدت تقلص المدة التي يمضيها الزوار في تصفح الموقع بنحو 8.5%. سجل التطبيق 1.5 مليار زيارة شهريا، ويعد واحدا من أبرز 20 موقعا إلكترونيا في العالم. نشرت شركة تويتر رسالة تحذيرية إلى شركة ميتا بسبب تطبيق ثريدز الجديد. حذرت الشركة في رسالتها من أن أي معلومات سرية سيتم نقلها عبر موظفي تويتر السابقين سيتم مقاضاة الشركة، مشيرة أن العديد من موظفي تويتر السابقين لديهم معلومات سرية ويعملون لدى ميتا. وطالبت الرسالة التحذيرية شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أي أسرار تخص تويتر.
كانت شركة ميتا قد أعلنت خدمة ثريدز المصاحبة لإنستغرام ويشبه تطبيق تويتر إلى حد كبير. يأتي إطلاق الخدمة في وقت تتصاعد فيه أزمة منصة تويتر، وكذلك مع احتدام المنافسة بين مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك الرائدين في مجال التكنولوجيا، حيث تتيح الخدمة الجديدة وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين تداولها أو تداولها، ولا تتيح إرسال رسائل مباشرة. رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية ينضم إلينا من واشنطن. في البداية أهلا بك رامي. في إطار المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، هل هناك جهة يعنيها تستطيع مراقبة نقل معلومات سرية من كيان لآخر من خلال موظفين سابقين؟ مرحبا عمر. بالطبع هناك جهات عديدة أمريكية مشرفة على هذه العملية، خاصة وأن تويتر كما قالت الشركة في خطابها الذي أرسلت نسخة منه إلى مكتب مارك زوكربيرغ مالك شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك وموقع ثريدز الجديد، هو أن لدى شركة تويتر إثباتات وأدلة على أن موظفيها السابقين الذين التحقوا بشركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك والتي أطلقت موقع ثريدز لديهم بعض المعلومات السرية التي حصلوا عليها من تويتر، ولديهم وثائق ومستندات، وأنهم حصلوا على بعض الأجهزة أيضا ومخازن البيانات من تويتر قبل رحيلهم بشكل غير قانوني، وأنهم هناك بعض الأوراق التي وقع عليها أنهم في حال استخدامهم لهذه الأسرار وتسريبها إلى شركات أخرى فإنه تقع عليهم التبعات القانونية. لذا فإن التهديد الذي أطلقه تويتر بالفعل هو تهديد صحيح إلى حد كبير، وأنه إذا ثبت بالفعل أن موقع ثريد هو موقع مقتبس من تويتر أو مأخوذ من تويتر أو مبني على أسرار تكنولوجية ومعلومات خاصة بتويتر، فإنه بالتأكيد ستكون هذه واحدة من أكبر القضايا التكنولوجية ربما التي تشهدها ساحة التكنولوجية في الولايات المتحدة وربما في العالم أجمع. جدير بالذكر أن نقول أيضاً إن موقع ثريدز الجديد استطاع أن يحصد في أقل من 24 ساعة ما يزيد على 30 مليون مشترك، وأن استمرار هذا الموقع بالتأكيد يهدد كثيرا من جماهيرية تويتر. نعم. خاصة وأنه يقدم تقريبا نفس الخدمات، وأن تويتر أيضا أصبح هناك هجرة منه بسبب بعض الرسوم التي فرضها وبعض التقييد الذي قيد به المستخدمين، خاصة أنه قيد بعض المستخدمين بمشاهدة أو متابعة عدد معين من التغريدات. أعتقد أن هذا أغضب المستخدمين كثيرا، بالإضافة إلى رسوم العلامة الزرقاء مما جعلهم يتجهون ويهجرون موقع تويتر إلى موقع ثريدز الجديد الذي يقول المستخدمون إنه شبيه كثيرا بموقع تويتر وكأنه مستنسخ منه. نعم رامي، المنافسة الشرسة أو المعركة كما روج لها البعض بين رائدي مواقع التواصل الاجتماعي مارك زوكربيرغ وماسك ليس جديدا عن المجتمع، ولكن مجتمع التكنولوجيا الأمريكي تقبله للتطبيق الجديد ثريد بالنظر لتشابهه بنسبة كبيرة مع تطبيق قائم بالفعل وهو تويتر، يعني أوجه التشابه كيف تجعل المجتمع الأمريكي التكنولوجي يتوجه إلى هذا التطبيق الجديد؟ في الحقيقة كثير من المراقبين وخبراء التكنولوجيا والعاملين في الشركات التكنولوجية العملاقة في وادي السيليكون وفي غيرها تحدثوا عن هذا الأمر وقالوا إن التطبيق بالفعل شبيه كثيرا بتويتر،
ولكن هل هو مبني على نفس الأفكار؟ هل هو مبني على نفس الأسرار التكنولوجية؟ هذا ما على تويتر أن يثبته بالدليل وبالأوراق وبالمستندات حتى يستطيع أن يكون لديه قضية. بالتأكيد التشابه فقط ليس كافيا ليكون إثباتا أو دليلا على أن شركة ميتا اقتبست من تويتر، أو أن الموظفين السابقين في تويتر سربوا معلومات تكنولوجية وأسرار ووثائق إلى شركة ميتا، ولكن يجب أن يكون هناك إثبات بالدليل، ومحاولة إثبات ذلك أعتقد أنها لن تكون سهلة، ستكون صعبة جدا. وفي النهاية ربما يتجه الأمر إلى التوصل إلى تسوية ما بين الشركتين، لأن مثل هذه القضايا تأخذ زمنا طويلا في المحاكم وتتطلب نفقات كثيرة جدا على المحامين سواء في الجانبين، سواء في تويتر أو في ميتا. ولذلك لا أعتقد أن تويتر سيغامر برفع قضية على عملاق مثل شركة ميتا وعلى مارك زوكربيرغ إلا إذا كان لديه بالفعل أدلة وإثباتات عملية ومادية تثبت أنه بالفعل تم سرقة بعض البيانات والأسرار التكنولوجية من تويتر ومنحها لصالح شركة ميتا المالكة لفيسبوك. أشكرك رامي جبر على الإيضاح، كنت معنا من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر الشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 34 مليارا و807 ملايين دولار في يونيو الماضي، مقارنة ب 34 مليارا و660 مليون دولار في مايو السابق عليه. سجل مؤشر ناسداك 100 أفضل أداء في تاريخه عن النصف الأول من العام الجاري. بلغت قيمة أبل مستوى 3 تريليونات دولار، هذا ووصلت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مكاسبها هذا العام مع تدعيم أسهم التكنولوجيا مركزها القيادي وسط صعود بارتباط الذكاء الصناعي. تقلص العجز التجاري الأمريكي في شهر مايو على خلفية انخفاض قيمة البضائع المستوردة إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021. كشفت بيانات وزارة التجارة عن انخفاض عجز التجارة السلع والخدمات بنحو 7.3% عن الشهر السابق لتصل إلى 69 مليار دولار. وتراجعت قيمة واردات السلع والخدمات بنسبة 2.3%، قادها هبوط السلع الاستهلاكية والإمدادات الصناعية، وهبط إجمالي الصادرات بنحو 0.8% مدفوعا بانخفاض شحنات الأغذية والأعلاف منذ مثل فول الصويا. أضافت الشركات الأمريكية نحو نصف مليون وظيفة في يونيو الماضي، مسجلة أكبر زيادة منذ أكثر من عام، مما يؤكد استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة. زادت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 497 ألف وظيفة الشهر الماضي،
مسجلة أكبر زيادة منذ فبراير لعام 2022، وتجاوز عدد الوظائف أكثر من ضعفي متوسط التقدير في استطلاع لبلومبرغ. قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفض 1.5 مليون برميل لتصل إلى 452 مليون و200 ألف برميل في الأسبوع الماضي. تراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.5 مليون برميل إلى 219 مليون و500 ألف برميل، كما هبطت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بواقع 1 مليون برميل إلى 113 مليون و400 ألف برميل. توقع أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيث ارتفاع حصة السوقية للمنظمة من 30% إلى 40% بحلول 2040. هذا واتفق وزراء أوبك على مواصلة تشاور مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة في إطار استمرار مساعي دعم استقرار سوق النفط وتوازنها. أكدت المنظمة أنها تستهدف ضم الدول ذات التوجه الاستراتيجي الرامي للحفاظ على استقرار أسواق النفط. أعرب سلطان الجابر رئيس قمة كوب 28 للمناخ المقرر أن تستضيفها الإمارات عن تطلعه لتحقيق قطاع النفط والغاز إلى تحقيق صاف للانبعاثات الصفري بحلول 2050 على أقصى تقدير، وأضاف أن الالتزام على مستوى القطاع للوصول إلى انبعاثات قريبة من الصفر من الميثان بحلول 2030 يحتاج إلى تسريع لوتيرة الإجراءات، وذكر أن وقف الاعتماد على الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وأساسي، ولكن لا بد أن يتم بشكل مسؤول. رياضيا، وصل الفرنسي كيليان امبابي مهاجم باريس سان جيرمان الى العاصمه الكاميرونيه ياوندي، وفي زياره هي الاولى من نوعها لبلده الاصلي التي ينتمي اليها والده، من المقرر ان يزور المهاجم الفرنسي مدرسه في ياوندي والتي تشرف عليها مؤسسته، وذلك يعد او بعدها سيخوض مباراه مع نادي يلعب في دوري الدرجه الثانيه. سيلتقي كيليان امبابي خلال زيارته للكاميرون رئيس الوزراء، بالإضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الأخرى التي تجعل الرحلة التي يقوم بها تاريخية. أعلن باريس سان جيرمان التعاقد رسمياً مع المدافع السلوفاكي ميلان ساكرينار لاعب إنتر ميلان السابق في صفقة انتقال حر. يتمتع ساكرينار بخبرة كبيرة بعدما لعب في صفوف فريق سامبدوريا قبل أن يرحل بعد ذلك إلى إنتر ميلان في صيف 2017. خاض ساكرينار خلال مسيرته الأخيرة مع إنتر 246 مباراة في جميع المسابقات، أحرز خلالها 11 هدفاً وصنع 5 آخرين. نهاية النشرة، وقبل الختام تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس الأوكراني يعرب عن أمله أن تكون قرارات قمة الناتو القادمة في ليتوانيا تعهدات حقيقية وليست مجرد كلمات. وزير خارجية السويد يأمل اتخاذ قرار سريع بانضمام بلاده إلى الناتو في قمة ليتوانيا الأسبوع المقبل. المستوطنون الإسرائيليون يهاجمون مركبات الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال بالضفة الغربية. ختام النشرة، لمزيد من المتابعة أدعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما أدعوكم لمتابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية أيضا على تردد 11747 فيرتيكال.
كما يمكنكم بالفعل تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، كنت معكم أنا عمر مصطفى، إلى اللقاء من القاهرة عاصمة الخبر.